الاتحاد الدولي لكرة القدم يضرب بيد من حديد الاتحاد الروسي لكرة القدم فيفا، وفي بيان رسمي يعلن عن عدم إجراء أي منافسات دولية في روسيا بعد العمليات العسكرية التي يقوم بها الروس في أوكرانيا. الاتحاد الدولي قال في بيان إنه لن ينظم أي مباراة دولية في روسيا، ولن يسمح للمنتخب برفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في مبارياته التي سيخوضها خارج أرضه. وأعلن الفيفا أن المنتخب الروسي لن يشارك تحت اسم روسيا، بل سيكون تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم، وستقام مبارياته على ملاعب محايدة ودون جماهير كجزء من العقوبات بعد العمليات العسكرية في أوكرانيا. قرار الاتحاد الدولي للعبة جاء في أعقاب مطالبة العديد من رؤساء الاتحادات الكروية باستبعاد روسيا من تصفية كأس العالم كرة القدم، كما تزامن القرار مع رفض كل من بولندا، السويد وتشيك مواجهة روسيا الشهر المقبل في الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022. الفيفا أوضح في بيانه أنه سيواصل حواره المستمر مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمنظمات الرياضية الأخرى لتحديد أي تدابير أو عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل لروسيا من المسابقات التي سيتم تنظيمها في المستقبل القريب إذا لم يتحسن الوضع بسرعة.